في الحلقة الثالثة من المسلسل السعودي مخرج سبعة من بطولة ناصر القصبي وراشد الشمراني وعدد من النجوم الآخرين، تسبب مشهد محدد بموجة واسعة من الجدل على منصات التواصل. خلينا نشوف المشهد ونرجع نكمل. وش هالكلام يا جبر اللي قلته لولدي زياد؟ أي كلام؟ تقول له يمدحك عند الإسرائيليين وإنك تبي تسوي معهم بزنس. سوت مش فيها سوات. الحين حنا نبي نبين للولد ان الاسرائيليين هذول اعداء، تيجي تقول له تبي تسوي معهم بزنس؟ العدو هو اللي ما يقدر وقفتك معه ويسبك ليل نهار اكثر من الاسرائيليين. ايش قصدك يعني؟ قصدي كلتر حياتنا علشان فلسطين، دخلنا حروب علشان فلسطين، قطعنا النفط علشان فلسطين، يوم صار عندهم سلطه ندفع تكاليف ورواتب وحنا احق بهالفلوس. وما يصدقون على الله، يلقون هالكبر فرصة ويهاجمون السعودية. يا جبر لا تخلط الأمور، أصابعك فيه بسوء. مثل ما فيه فلسطينيين تهجروا في 48 وتعرضوا للمذابح وللهوائل، في فلسطينيين باعوا أراضيهم لليهود. ومثل ما فيه فلسطينيين في الانتفاضة واجهوا الدبابات الإسرائيلية بصدورهم، في فلسطينيين قاعدين يبنون الجدار العازل. يعني الفلسطينيين بشر مثلهم مثل كل الجنسيات، فيهم الطيب وفيهم الرديء، فيهم ناكر الجميل وفيه الوفي، فيهم المخدوع وفيهم الواعي. لكن ما أقول أنا إلا والله هذه إسرائيل. أي والله العظيم هذه إسرائيل هي اللي قاعدة تغذي العداوة بينهم وبين باقي العرب. يعني ظنتك نوقف معهم وهم لاعنين أبو خامسنا؟ احنا مهي بالسالفة نوقف معهم ولا مع غيرهم، احنا نوقف مع الحق، نوقف مع المبدأ، نوقف مع ضمائرنا. أعتقد أنا أنت مرت عليك كلمة ضمير. هذا المشهد تم تداوله على منصات التواصل بشكل كبير وسبب جدل ونقاشات مطولة بين ناس أيدت الفكرة اللي في المشهد وناس اعترضت عليها تماما، وحتى بعضهم وصل لدرجة شخصنة الموضوع ووجهوا انتقادات لشخوص الممثلين في المشهد وخاصة النجم راشد الشمراني اللي هاشتاج باسمه وصل ولا زال في قوائم الأكثر تداولا على تويتر في السعودية ودول عربية أخرى.